جحدر جحدر دوما دوما يسلموا. رسالة من أهل الأرض إلى أعماق البحار، كن يا سلهب من الخير ولا تكن من الشر. هل تسمعني يا سلهب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنصحك يا سلهب أن تكون من أهل الخير ولا تكون من أهل الشر. هل تسمعني يا سلهب؟ كان معكم محمد خالد الحارثي، إلى اللقاء. ذهب سلهب، هل تسمعني؟ أوجه لك رسالة إلى أعماق البحر، كن طيبا لأن عدد الأخيار كثير، عدد الأشرار أقل. أنا وردة، هل تسمعني يا سلهب؟ أريدك أن تحب الآخرين، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إلى اللقاء. شكرا لكم بصراحة على كل التعليمات والأشياء الجميلة اللي يعني سمعناها منكم، ولا يعني أكيد إنه سلهب وشيبوب إنهم سمعوكم واستفادوا منكم، ولا لا يا سلهب؟ يا أخي أنت ما تفهم يا أخي، ما يعرف يا أخي. شوت يا شوت يا أخي، أنا كم مرة أعلم الطيبين يا أخي؟ تدري شو المشكلة؟ هذا اللاعب يا بابو، أنا كم مرة أعلمه؟ إي هذا الفريق اللي يشجع جحدر، هذا اللي يشجع جحدر. إي جحدر ما يفهم يا أخي. إيش قاعد تسوون أنتم؟ ما 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 تقولوها؟ لا يا هو شفت كيف يا بورشر؟ أنا أحس إني بديت أتندم، حسيت اني بديت اتندم اني تركت اصدقائي القدامى وجيت مع اصدقائي هؤلاء. تخيل الناس يا ولد يا انا الزعيم، عطني يا اخي سماعه يا اخي. لا 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 لا، انا هذا الفريق اشجع اكثر يا اخي. الفريق هذا ما يفهم انت، وبعدين انت باباي هذا الفريق ما يفهم يا اخي. كم مره علمه يا اخي؟ شوت يمين يا غلب يخرب. هذا الفريق انا تابعه عشان بعدين ولدي سلهب اذا رجعنا لكوكبنا اسجله معهم. والله لعلم جهدر عليكم. لا 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 شيل منه مسجل. لا جيب سماعاتي. والله لعلم عليكم جهدر. الاطفال يسجلون لكم وانتم تستهبلون. اي والله، وانا حاسب انكم تتابعون وتسمعون، جبتوا السماعات عشان تشبكونها. لا لا، عندنا الحين مباراه في الفضاء. مباراه في الفضاء وقتها الحين. بين اي كوكب؟ كوكبنا. ضد مين؟ اي كوكب؟ كوكب شو اسم كوكبنا؟ كوكب القطط النايمة. وش في خلية السماعات؟ كوكب يعني فضائي واضح كوكبنا. جحدر وش قالكم جحدر؟ قال اسمعوا كلام الاطفال عشان تعرفون كيف تتعامل معاهم مستقبليا. يا اخي الاطفال هذول ما يعرفوا يتكلمون ولا يعرفوا يقولون كلام زين. خليني نسمع يا اخي. اقول في حاجة مهمة يا اخي. انا ما برد عليكم، بيردون عليكم اهل الارض انفسهم مصعب وسامة. اول شيء وش رايكم بالكلام اللي سووه والافعال اللي سووها سلهب وشيبوب؟ انا صراحة انا اشوف ان هذول مهملين وما يسمعون الاشياء اللي قبل شيء جتنا والنصايح. صراحة انا مرة عجبتني النصيحة اللي جت قبل شيء اللي فيها الحديث صلى الله عليه وسلم انه يقول لا يدخل احدكم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يا سلام يا سلام، وش رايك يا مصعب؟ انا هذول جحدر وعوانه اول مره اشوفهم، يعني اول مره اشوف ناس زي كذا يكرهون النصايح. المفروض النصايح بالعكس يحبوها ويعني يتاثرون فيها ويعني يزيد عندهم الخير وزي كذا، بس هم حاطين سماعات والله ما ادري ولا هم دارين ويلا حاطهم. يعني الابطال الان يشوفونا بيزعلون، يحسون انه ما في اهتمام منكم، وهذا شيء خاطئ بصراحة. يعني مهما كان بيرسلون إن شاء الله بيرسلون. تدري يا فضائي وشو؟ أنا مسكر الأذان أذاني حقتي عشان ما أسمع كلامكم. ليش؟ كيف ترد علينا الحين؟ أنت تسمعني؟ حرك يدك. أنا أسمعك. إيه خلاص. تدري أنا أسكر أخي كلام الأطفال يا أخي، أحسه يا أخي جميل يا أخي. عشان كذا أنا ما أبغى أتأثر، عشان كذا أسكر أذاني. كل ما تكلموا أسكر أذاني. لا عكس كذا، هو كلامه جميل تسمعه. لا انا اخاف اسمع واتركوا الاشرار اجي معاكم. لا هذا ما مطلوب الحين. لا اصلا انت كنت
انت اول مع الخيار لازم تصير تدعم. لا 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 لا, 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 لا ما ابغى ما ابغى اجي معاكم في ذره خير. طيب ما تبي تطالع قلبك بورشر. نعم ما عليك الكلام هذا لا يؤثر فيك. بس يا اخي كلام يا اخي يا سلهب كلامهم يا اخي لامس القلب يا اخي. يا حبيبي يلامس ولا يهمس. سكت قلبك سكت قلبك سكره بعدين قلبك ذا لو ما سكت ابى ادخل يدي في حلقك واخذه طلعه لا 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 لا, 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 لا ما نبي الاشياء اللي تخوف هذه. خلونا في الكلام الزين في فقره هل تسمعني. نروح للمقاطع الجايه ونقول الحين هل تسمعني. يلا بكل الحب نتلقى ما يأتينا منكم ليظل الأطفال بخير وبالسلامة ينعموا من أفكار الشر وجحدر دوما دوما يسلموا. فضائي يا فضائي هل تسمعني؟ الخير دائما ينتصر على الشر. أنت قوي بلال. طيب تسمعني بعد بلاعدان أحب حسيتم أنا أحب الفدائي طعام بلنا تسمعني الفدائي تدنم لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي سامي العقيلي. فضائي هل تسمعني؟ يماطع أذى عن الطريق سبق. فضائي هل تسمعني؟ سعدت من أهل الأرض إلى أعماق البحار. كن قويا ولا تسمع كلام جحدر الشرير. وعد لنا صديقنا بوري. هل تسمعني يا فضائي؟ أنا ريحان. فضائي فضائي هل تسمعني؟ أنا صديقك تميم من مانشستر. لا عليك من بوري فهو سيتعلم من أخطأه. فضائي فضائي هل تسمعني؟ أنا أحبك جدا. مع السلامة أنا سعود.